كله هنا بلازم يوصلوا لينا. شو عملوا لنا ربي عينا؟ ما احنا نقول احنا نستناهم، احنا الغلطين، احنا الغلطين واحنا نستناهم وربي عينهم وربي فضلهم وربي تخلينا تونس غير. احنا الشعب يلزم تعرف شو يعملوا في تونس، يبدلوا الشعب. الشعب هذا اللي كيفيانا كيف كنت يلزمنا نمشيو نعيشوا حاجه اخرى، خاطر احنا ماناش نتاع عيشه جوا. صحيح كيف عطيت ورش وراني ما حبستش راك تخدم نخدم على الورش. صحيح 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 ولا لا؟ في جميع المجالات راه مش قلتها في التاكسي وانطب تحب تخدمونا مش تقدر تشوف كل غادي برا غادي هذا مش وقت او ما جاش مسؤول على الاقل تعطيه تسلم شويه يا اخوي تفضل تعدى مواد برا تعدى مواد حتى المواطن هو المساهم الاول في الرشوه فهمتني وترى صغار وكيف يجلس فيها مهزم الكيبة وبعد ما ماتوا وهذا بكريتش وهذا في فطر هنا قول والله يجي حتى العصر نستنى لا في هنا تتحرك يوم الرجل ومال هنا تتعطي البيضة يباكو دخان مش عارفين شو عملوا معنا مزوي لي يا فرح بيك يا فرح بيك يا فرح بيك هيني كاملين كان باش نبدلها جنسيه كان عندك فين تو بدل موريتاني سينيغالي زيمبابوي خليها اخويا يمشي واحد يعيش عيشه اخرى وكاو زيد احكي فيها تصور انت في زيمبابوي خيره يا ودي في اي بقعه اي بقعه على وجهك هو تو باش واحد يموت باش يدفنها في البر تبعتي باش باش ياخذ بس ذهب المهدي جاء الهادي والوادي هو الوادي ولا حياه من تونس